صباح الخير، ما شأن العجم في أهل اليمن؟ فالقلاع اليمني مقبرة الغزاة والتاريخ يعيد نفسه. التدخل الفارسي بالشؤون الداخلية باليمن منه إلا تطبيق لسياسة الهيمنة والتوسع، والغزو الطهراني محاولة للسيطرة من دمشق مرورا ببغداد إلى عدن. وكأن محور المقاومة غير شعاره من زحفا زحفا إلى القدس إلى تدمير اليمن والعواصم العربية. عاصفة الحزم بقيادة المملكة السعودية ومشاركة التحالف الخليجي، رد عربي مشروع بوجه الأطماع الفارسية. من الإقليم إلى وبيبقى الحلم مسموح والمستقبل وهم والواقع عكس السير. فأبسط مسلمات العمل التنموي ما عم بيتحقق، وأفضل الأشغال المنجزة تنظيف عبارة تلزيم جسر المشاة أو افتتاح مستوصف. حتى هالأمور بتستمر لسنوات قبل ما يتم إنجازها، وبيبقى الحال على ما هو عليه. وبين المطبات الهوائية والأمنية، أتت المطبات العشوائية على الطرقات بمنطقة الشوف لتدخل أهالي والزائرين برحلة سفاري ما بتخلى من التشويق. تقرير للزميل خالد أبو شقرة، من تابعه سوا. المطب هي عبارة عن تكسير سيارة، يعني هيك بكل بساطة، يعني لا بدها لا طلوع ولا نزول. وغير انه بكون ماشي، اذا انت شيء غريب على منطقة ما بتعرفها بتلاقي مطب قدامك بتكسر سيارتك وتضلك ماشي. في شغلة بس مش مزبوطة، انه ما في اشارات تدل انه هون في مطب. ضررهم اكثر من فايدة تبعيتهم. بعدين الصليب الاحمر اذا بيكون في واحد مخطر او شيء ممكن يطلع الصليب الاحمر عليهم بسرعة بيعمل مشكلة. يعني كأنه ما بيكفي المواطن ما يعاني من المطبات السياسية والحياتية، حتى تأتي البلديات وتضيف عشرات المطبات العشوائية على الطرقات العامة وتحول تنقلات المواطنين إلى رحلة عذاب يومية. بقرى وبلدات الشوف تبدو المطبات كأن عدوى متنقلة أصابت كل البلدات من دون استثناء، حتى أصبحت بعض البلديات بتزايد على غيرها بعدد المطبات. واقع جديد عم بيسبب بالإضافة إلى إزعاج المواطنين إلى عرقلة مهمات مؤسسات مثل الصليب الأحمر والدفاع المدني اللي بتعمل على تلبية النداءات الطارئة. نحن بطبيعة عملنا أنه السرعة هي أهم شيء، يعني أنه أوقات بثواني أو دقيقة بتقدر تخلص حياة أو ممتلكات أو حالة، أنه سرعة التدخل هي الأساس. هلا وجود المطبات أكيد، يعني بتعرف أنه عنا سيارة إطفاء مع حمولتها وزنها كتير كبير، بالإضافة إنه كمية الماي حمولتها يعني منها ثابتة، يعني الماي بتروح وبتجي فيها، هون بتأثر على حمولة السيارة أو على خطة سيرها. هلأ إذا سائق السيارة من المنطقة يمكن بيقدر يتحاشى المطب هيدا اللي معمول، بيعرف وين بخفف أو لازم يكون في إشارة أساساً قبل المطب إنه التحذير. بس المشكلة بتصير إذا حدا مثلا صار عندي مشكلة وطلبت مساندة من غير مراكز، إجوا على هاي المنطقة ما بيعرفوا الطرقات ما بيعرفوا المطبات، أكيد هون بتأثر على السيارة يمكن ميكانيكيا، حتى أوقات يمكن يصير في مشكلة أكثر من أنه عطل بالسيارة. رغم صدور تعميم من قبل وزارة الأشغال بمنع وضع المطبات على الطرقات العامة، عم تلجأ معظم البلديات إلى وضع مطبات من الزفت أو البطون بشكل مخالف للمواصفات الهندسية ولقوانين السير، وهو الأمر اللي عم بيحول المطبات إلى مشكلة بدل ما تكون الحل. لأنه عم يجوا عم نعمل مطب زفت، بتشوف بعض الأحيان عم يكون جبل مش مطب، يعني ما في سيارة، في بعض المطبات السيارات الصغيرة ما بتطلع عليه، بتدق من تحت. بعض الأحيان و90% من الأحيان المطبات ما بيبينوا بالليل لأنه عذفت، فأنت بتوصل بتتفاجأ فيه بالضل، خصوصا إذا أنت منك من المنطقة أو منك فاميليا بشكل دائم عم تمر على الطريق. طبعا غير أنه في مسافات قريبة على المطبات، غير أنه العشوائية والهون وهون وهون بدون أي دراسات بدون أي ناجي عن شيء، فقط ردات فعل معينة يعني عم بتصير في وسائل مدروسي للمطبات او لتخفيف السرعه اللي عم نشوفهم بعض الحين عم نشوفهم هن هودي الطبات البلاستيك اللي هن مدروسين على كذا سنت، اللي هن ما بيأذوا السياره ولا بيأذوا، يعني اذا طلعت عليهم بسرعه ما بيأذوا بس بيعملوا لك شوك بيخلوك تخفف.
البلديات ورغم اعترافها بالسلبيات اللي بتسببها المطبات فهي عم بتكون الحل الوحيد أمامها لمواجهة السرعة الزايدة والتهور بالقيادة، خصوصا بظل تراجع مداخيل البلديات، نقص عديدة وعدم تقديم الدعم لها من قبل الجهات الأمنية. هلا بتقول الوزيرة فيها سلبيات، بقول لك ايه فيها سلبيات، بس نحن كبلديات شو الحل البديل عنا؟ ما عنا، حطينا مسامير، تيجي بعدين وزارة الأشغال بدها تزفت بتشيل المسامير بتحط غيرهم، بكون كلفنا على الفاضي. حطينا إشارات ما حدا بيقشع، حطينا بوليسية بلدية ما في تعاطي معهم وما عنده القدرة انه يعمل زبط على سيارة مرقة بسرعة ياخد نمرتها ويعمل لها الزبط للأسف. درك الإمكانيات خفيفة بالمناطق، يعني مخفر درك المختارة منه مؤهل يغطي كل الأمور المطلوبة منه. أنا مع كل قانون مستجد من قبل الدولة أنا بطبقه، وأنا بقدر بنسق مع قوى الأمن الموجودة درك وغيره لتطبيق هذا القانون. إذا كان هذا القانون أعطى مفعول وبنقدر نستغني عن الطبقات أنا بشيله. فنحن حاولنا حد الأدنى، بالحد الأدنى توفير الصحة والسلامة العامة بهي الموضوع، بس ما بعرف شو إذا أنتوا حضرتكم عندكم بديل لهالموضوع نحن بنتقبله. مع اقتراب موعد تطبيق قانون السير الجديد عم يسأل المواطنين هل سيطبق القانون على البلديات أم رح يستمر المواطن بدفع الثمن منفردا. منتابع حلقتنا بمحطة سنوية رفقناها بكل فعالياتها. اختتم مهرجان أيام بيروت السينمائية دورته لهالعام من بعد ما جمع عدد من الأفلام اللبنانية والأجنبية ليعطينا موعد جديد بدورة جديدة السنة المقبلة. أجواء ختام هالمهرجان منتابعها بهالتقرير. مهرجان أيام بيروت السينمائية أبوابه مع عرض فيلم سلم إلى دمشق، بيعرضه الأول بلبنان قبل إطلاقه بالصلاة بتسعة نيسان القادم، وهو للمخرج السوري محمد ملص. العرض كان بحضور عدد كبير من الممثلين والسينمائيين يلي شاركوا ضمن هالدورة من المهرجان. الفيلم جمع شباب مثلوا الشباب السوري النابض بالحياة مع بداية الثورة وعم يحملوا الحب وخايفين من الموت والاعتقال. داخل بيت الطلبة بدمشق النابض بالحب والحياة اخترقوا الخوف والانكسار، وجع ومعاناة على أثر السجن التعسفي وضحايا سجن الرأي وقمع الحريات والتفجر بالشارع من دون التطرق للوضع السياسي بالبلد. شو الهدف انك تحبس عشرات الآلاف؟ السلم هو أن تصعد لترى حلمك، ويعني هذا الحلم في عام 2012 حلم هؤلاء الشباب، هم الذين صعدوا فعلا بالفيلم ليروا دمشق التي يتمنون التي يشتهون. من وين جي ولوين رايح وشو في معه؟ وسحبني من شباك السيارة ولطشني أول كف ولطشني تاني كف. شو هذا؟ انفجار؟ فيلم كلاسيكي حساس رفقته موسيقى لتوفيق فروخ وشرب للهبر، انتاج شركة أبوط. ضاعت التاصي خالي. كان الجمهور متجاوب، بس برضو نطلب أكثر لأنه وجود مهرجان بمدينة شغلته أنه يحسن الذوق العام ويساعد أكثر وأكثر ليعرف الناس على أشياء جديدة. فإن شاء الله أنه الناس اللي ما كانت تعرفنا صارت تعرفنا تكون انبسطت.
السنة الإقبال على الفستيفال كان كتير كبير، إجا حتى عدد مشاهدين أكتر من سنتين، وبتخيل هذا الشيء كمان لأنه كان في تنوع كتير كبير، كان في أفلام جاية من كذا بلد عربي، واستقبلنا أكتر من 40 ضيف جايين أكتر من 16 بلد، فهذا الشيء كتير ساعد. بنطر لأنه أول شيء الحركة الثقافية اللي بيعملها مهمة جدا، وبلاقي أنه لازم يضل دعم لهالفستيفال ماشي على طول يعني، وخاصة بيروت دي سي وميتروبوليس عم يعملوا شغل جيد جدا. دمشق لبيروت لمصر لتونس اليمن فلسطين وغيرهم من البلدين يلي عم تغلي مع أحداث عديدة عم تخترقها، وجع شعوب وتعصب طائفية كانوا حاضرين ضمن مهرجان أيام بيروت السينمائية، ورح تقدروا تشاهدوا سلم إلى دمشق بالصلاة اللبنانية. المهرجان أيضا كان انطلاقة لفيلمين ممكن حاليا تشاهدون بصلاة سينما متروبوليس صوفيل الأشرفية. الأول هو الفيلم اللبناني الوادي إخراج غسان صلهب، والثاني فيلم ذيب يلي هو من إخراج ناجي أبو نوار من الأردن. فقرة عم نكون على موعد يومي معها، وهي عم نعرض من خلالها لقطات أو فيديو طريف عم بيتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكل اللي بحبوا أن يبعتولنا مقاطع فيديو طريفة أو غريبة ممكن تواصل مع البرنامج بالصفحة الخاصة على الفيسبوك أخبار الصباح. رح نشوف اللقطة من بعد فاصل ونرجع. Her hand away, and then she looked up at Paul and go, hey, you're not done touching me yet.